السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في شي وجدة من شيوات أم شمس. كنتمنى تكونوا دائما في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم داناب أو اليوغورت السائل اللي كيجي هائل في المذاق، وإن شاء الله غادي نحضروه في 10 دقائق، يعني بدون فرن، بدون ماء غليان، يعني بدون مراحل كثيرة. طريقة جد بسيطة سهلة، والمذاق صدقوني كيجي هائل. فبلا ما نطول عليكم، شو المقادير وطريقة التحضير. وقبل دائما ما نمشيو للمقادير وطريقة التحضير، كنحب نذكركم دائما بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة. فنمشيو للمقادير ديال اليوم اللي هما جد بساط اللي كنحتاجو في داناب ديالنا اولا في اليوغورت السائل. فكنحتاجو لنصف لتر من الحليب سائل يكون كامل الدسم. فهنا الحليب فحليب عادي، يعني ما غليناه ما والو. كنحتاجو اليوغورت او الياغورت بالنسبه للنكهه ديال الفانيلا. ممكن هنا بالنسبه للنكهه يعني تستعملوا النكهه اللي حبيتو. فالملاحظه الوحيده هي ان هذا اليوغورت هذا نستعملوا هذا اليوغورت اللي كيكون عاقد، فكيعطينا نتيجه هائله، وكيجي فيه هذا الداناب هذا كيجي صراحه هائل. فكيكون على هذا الشكل هذا، كيكون مكتوبه فيه عاقد او لا فيرم. فانا هنا استعملت الفانيلا. ممكن انكم تستعملوا كما فتو ذكرت يعني اي نكهه بغيتوا او لا حبيتوا، فكتبقى النكهه على حسب الذوق. فهو هذا كذلك غادي نحتاجو. وكما شفتوا فالماء اللي كيكون فيه فما كنزولوش دائما، لانه هو كيعاوننا بالنسبه لهاد اليوغورت اللي غادي ان شاء الله نعمل معكم. كنحتاجو كذلك المعلقه كبيره من بودره لا كريم باتيسير او لا كريم كريمه الحلواني بودره او لا كريمه الكاسترد، فكنحتاجو منها معلقه كبيره. وكنحتاجو كذلك 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات او لا سكر سنيده، ودائما السكر على حسب الذوق، ممكن تضيفوا اكثر او لا تنقصوا. فبالنسبه للطريقه فهي جد سهله. كناخذوا الكاسرول ديالنا ولا كاسرونه في الاناء اللي غنطيبوا فيه، كنعملوا فيه نصف الكميه ديال الحليب، يعني كنحب نعملوا 250 ملي من الحليب السائل. غادي نضيف عليه هنا لا كريم باتيسير اللي هي معلقه كبيره بهذا الشكل. وبالنسبه لهاد لا كريم فممكن انكم تعوضوها بالنشا، غير هي بالنسبه للكريم باتيسير فكتعطي لذة اكثر. على هذا الشكل غادي نضيف كذلك المعلقه هنا، غادي نضيف معلقه كبيره من سكر حبيبات، وغادي نضيف ملعقه ثانيه كما شفتوا. انا هنا ما استعملت 2 معالق كبار من السكر حبيبات، ممكن تضيفوا اكثر ممكن اقل، فالسكر دائما على حسب الذوق. غادي نخلط هذا الخليط هذا بارد في بارد، يعني باقي ما عملناش فوق النار. غادي نحركه جيدا حتى كتذوب معايا هاد العناصر كامله، كتذوب تماما بهذا الشكل. فكنبقى نحرك حتى كنشوف ان النشا او لا عفوا لا كريم باتيسير بودره والسكر سنيده فدابوا معايا مع الحليب. فهنا غنعملوه فوق النار على نار مهيله مع التحريك المستمر حتى كيعقد معنا الخليط، وكتعطينا كريمه اللي كتكون خفيفه نوعا ما. كنبقى مره كنحرك. ومن جهه اخرى كناخذ بول اخر، كنعمل فيه نصف الكميه اللي بقات لي ديال الحليب السائل، وكنضيف عليها كما غتشوفوا معايا. غادي نضيف اليوغورت بنكهه الفانيلا، كما شفتوا فمن الاحسن يكون عاقد. غادي نحرك هذا الخليط هذا جيدا حتى كيدوب لي هذا اليوغورت كيدوب جيدا في هذا الحليب هذا. فنحركوا مزيان الخليط ونتاكدوا ان اليوغورت ديالنا راهو داب. فممكن انكم تطحنوا الخليط، يعني لو بغيتوا تعملوه في الخلاط الكهربائي فممكن انكم تطحنوا الخليط. انا صراحه ما كنطحنوش، كنستعمل دائما بهذا الشكل هذا. كنحرك مزيان حتى كنتاكد ان اليوغورت ديالي راهو داب كما شفتوا. وكنمشي نشوف لا كريم ديالي واش قربات، يعني مره كنحركوها حتى كنتحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون عاقده شيئا ما، يعني كتكون كتعطينا خليط كريمي. فكما شفتوا
هنا في هذا الخليط الاولاني، فملي كنحركوه مزيان كيعطينا واحد الفقاعات، فنخليه واحد شويه باش هذوك الفقاعات كاملين كيزولوا، باش فاش كنضيفوا الخليطين فما كيكونوش فيهم واحد الفقاعات، وكيكون اليوغورت ديالنا السائل كيكون يعني ملمسه مزيان. هنا كما شفتوا في الكريمه بدات كتعقد معايا بهذا الشكل، كنبقى دائما بالتحريك وهي كتعقد كذلك يعني بحال هذا الشكل. وبالنسبه للمقادير فالا بغيتوا كميه اكثر فممكن تضبلوها. فهنا كنجيبوا الكريمه ديالتنا كما شفتوا في الحليب ديالنا راهو حيدوا منه دوك الفقاعات، كذلك الكريمه ديالتنا وجدات. هنا غنبدا نضيف على هاد الكريمه هذه كما غتشوفوا، غنبدا نضيف على هاد الكريمه هذه هاد الحليب السائل اللي هو بارد مع اليوغورت مع التحريك المستمر. يعني كنبقى نضيف هاد الحليب هذا وانا كنحرك بهذا الشكل حتى كيخفف معايا الخليط، يعني الكريمه كتولي خفيفه. طريقه بحال بغينا نعملو كريم باتيسيير الانسيان، يعني كان نبداو نضيفو في الخليط بشوي بشوي، من بعد كنقلبو يعني كنصبو الخليط كله على اللي بقى على هذا الشكل. كما شفتوا في الخليط فهو كيجي كريمي. غادي نضيفو على الباقي ديال الحليب ديالنا، يعني هنا عملنا خليط ساخن في خليط بارد. غادي نحرك مزيان هذا الخليط هذا. وهنا بالمناسبه فممكن انكم تعملوا يعني هذا الخليط هذا طبقات، يعني تضيفوا شوكولا، تضيفوا كريمه او لا الكراميل، ممكن تضيفوا نكهات وتعملوه طبقات، فكيجي صراحه هائل. ودائما احتفظوا بالاساس او لا الوصفه الاساسيه اللي هي هذه. فكنحرك جيدا كما شفتوا. دابا غادي نصفي هذا الخليط هذا باش نتاكد انه ما فيش لا حبيبات لا والو. كما شفتوا كنبقى نحرك فيه مزيان، فهاد الخليط صدقوني فكيوجد في دقائق، يعني ما كيعذبناش. يعني هاد الوصفه كامله يعني عملتها قدامكم يعني في دقائق معدوده. دابا غنصفي الخليط ديالي على هذا الشكل، نحاول انني نصفيه. من بعد ما صفيت الخليط ديالي فغادي نجيب الكؤوس ديال التقديم مباشره، وغادي نصب فيها هذا الخليط كما شفتوا، فكيكون هو ديجا كيكون خاطر على هذا الشكل. غادي نحاول نقاد الكؤوس ديالي وغادي ندخلهم، يعني انا دابا غادي نغطي هذه الكؤوس هذه بالبلاستيك الغذائي، يعني الخليط اولا الكؤوس ديالنا كاملين غادي نغطيهم بهذا الشكل، وغادي ندخلهم للثلاجه يبردوا مباشره. يعني كندخلوهم للثلاجه عاديه وكيبردوا، وكنقدموهم بهذا الشكل هذا. فهنا فبردوا عندي، يعني كنخرجوهم مباشره من بعد ما كيبردوا، فهنا ما كنحتاجو فيهم لا فرن او لا تسخين لا حتى شي حاجه. من بعد ما تنصوبوهم كنعملوهم في كؤوس التقديم وكنعملوهم في الثلاجه ملي كيبردوا مزيان او الخليط ديالنا كيبرد. انا هنا عملتهم في كؤوس باش يبردوا معايا بسرعه، وكنقدموهم بالطريقه اللي بغيتو. كما شفتوا الخليط ديالنا من بعد ما كيبرد كيزيد يعقد شويه، وكيجي كما شفتوا سائل رائع وخاطر في نفس الوقت، والمذاق ديالو صدقوني كيجي هائل. كنتمنى انكم تجربوه. فهنا كما شفتوا ما ضفت فيهش لا نسمات الفاني او نكهه الفاني، فاكتفيت بلا كريم باتيسير بودره لانها فيها نكهه الفاني. وبالنسبه للتقديم فكنقترح عليكم اننا نعملو فيهم فواكه. انا هنا خديت شويه ديال الشهديه، يعني قطعتها بتيدي بعد ما غسلتها بطبيعه الحال مزيان، وكنعمل شويه ديال الفواكه على هذا الشكل وكنقدمهم، يعني نخليوهم طبيعيين كيف ما عملنا. فممكن نعملوه في قارورة ونعملوه في الثلاجة حتى يبرد جيدا، ونصبوه في كويسات عاديين. انا حبيت انني نقترح عليكم وانا نقدمهم لكم بهذا الشكل هذا، كيجيو صراحة هائلين، وحتى المذاق ديالو كيجي رائع كيعجب بزاف الوليدات الصغار. يعني
فمذاق ديالو هائل، وكما سبق وذكرت فممكن تعملوا اي نكهة كيبغيو الوليدات وكتبغيو حتى نتوما. فهنا هو الداناب ديالنا اولا اليوغورت السائل وجد معنا، فعملنا ليه الفواكه كما سبق وذكرت بهذا الشكل. كيجي صراحة خاطر بزاف وكيجي هائل، وتف يعني فاش كتناولوه فكيجي خفيف ما كيكونش تقيل. فبالنسبة للكريمة ديال اولا الكريم باتيسيير فما كتبانش فيه ابدا انها فيه، يعني الاخوات اللي كيسولوا على المذاق ديال النشا اولا لا كريم باتيسيير فما كيبانش فيه ابدا، وكيف ما انكم ممكن تعوضوها بالنشا كذلك. غير هو الا عوضتوها بالنشا ف ضروري تضيفوا النكهة ديال الفانيلا او لا ساشي ديال الفانيلا باش يعطيكم نكهة اكتر. وكيكون صراحة على هذا الشكل كيجي هائل بزاف، والقوام ديالو فكيجي بهذه الطريقة هذه، فممكن انه يتشرب كيف ممكن انه يتكلى بالمعلقة، فكيجي صراحة خاطر وجميل جميل بزاف. فنتمنى الوصفات اليوم تنال الاستحسان ديالكم واعجابكم، ودائما ما تنسوش الاشتراك في القناة اذا كنتوا اول مرة تزورونا، فمرحبا بكم معنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة. فشكرا للتتبع ديالكم معنا، وشكرا للمتتبعين ديالنا كاملين للقناة، وشكرا للتشجيعات ديالكم كذلك. عواشركم مبروكة ورمضان مبارك كريم، وكنتمنى انكم تكونوا دائما في احسن الاحوال. كانت معكم ام شمس، والى اللقاء.